هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارتها شرفت لهي ما أنت برنامج كأنه حيسها بدن وحن قصو قاضي إنه تاريخ ده بيش هبر قدر أو لبحيدة أفريكا أو أي كهي بيستان قال يا مسلم عدان يا مدو وبيش هبر قدر أو لبحيدة أفريكا جزيال كأفريكا هذا بقى وحن قلي دونا تاريخ نروليد كبيش بيش هبر قدر أو لبحيدة أفريكا أدر قال اللي بيح سكيلا اللي باكو يري اللي بيح اللي بحد علي قال هي مسلم بقيق بيوكي أنت هبر قدر هبر قدر قال هي مسلم بعشرة ودقتي هبر قدر وصاحب في عن وأنا اللي بيح علي حداد عداوة أموج صو يا برنامج كان نحي صالح اللي بيح يا أفريكا وبيش هبر قدر يش ياساس أو عشرة لما إلا وأنا ودقي بمستيه كس دولي دلكاني صوماليا يعني تاريخنا بال دهب كسو قلي إلهي حلقي صحابة رسول كان عليه الصلاة والسلام بيش هابر قدر اللي بحيادة أفريكا أو نمكن رأي ربقيق وكني بيش هابر قدر الله إله نين هابر قدر صوعي محمد هابر قدر هلو هلو محمد هابر قدر هلو هلو أذر قالي هذا سلامي محمد هبر قدر او يقصه وعي دلك ساوت افريكا هذا معنا واكو سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وكاكا ان محمد هبر قدر اللي بحيادة افريكا يا لغوت الماما جيسك يعني ان هذي لاي كريد مايو بيشان هبر قدر دي وحير كاكتا بتو بارك الله فيك ان تاريخ دي أدان كوغلو أن هبر قدر أدان كوغلو تاريخ دي وحير محمد أن أدان وحير كوغلو أن الكان قال يا مسلم باي كاي بيستان ده هبر قدر الصومالي كلام بارت اوف ذا لارجر هوية جروب هوية كسو تشيدان أن كلام كو حصوصا علي رجع زيالة وهلية او حرنمدي صومالي يسلقيا سلوى سجاس عبد الله عيسى بيصوص باكدا شيء The chairman of the Somali Youth League SYL Niki Uaha Gudomia Wahakada Shayadilai Kwidmayo Besha Bergidir the former president of Somalia Uaha Abdul Qasim Dr. Abdul Qasim Salat Hassan Odoria Tobanson Odoria Labamala Labatansana Uahas Wazir Karima Gudah Muhammad Ziyad Barre Uaha Kamida Adilai Kwidmayo and Wakara Wakuchira Muhammad Farah, ID Chairman of the United Somali Congress, ayay ka galeen la dagaalanka ayna dawladdi adduunka ugu xoog badnayd ay afka ciida u galiyeen gafuurka ciida u galiyeen dawladdi laga haybaysan jiray inay irka iyo ku noqdeen iyo wareer ta wareer ku rideen oo diyaaradahoodii ay dhulka soo dhigeen oo maaragtay ay cagaha wax ka dayeen oo meeshaasna ka badii wada hadal ay la galeen beesha bargidir ka badina la khiyaanay oo 70 laga dilay كبعدنا تارجت كايا هايين و دولتي ديرانا يا مركز تبا اشخاص يا افراد يا دقالا الوكعين هاي او لغنا فين هاي الدقالا بلا مالا يعني يا لقالين هاي بيسا هادنا اللودة شيء قرشيال فربضان او بيسا لدونا يا تاريخ دقيس كافريكا ان لو قاعد ربترايو علماء بضان ما كده لتاي او كمي ده بغلصون inkastoo xasan daayra ways oo kamid ah ragii geesiyalka ah oo 77 bilad geesiga ku qaatay oo ni karmeed ah taariikh fiican halkaasna wacad ra ka dhigay kuna soo aan baxay beesu 77 ragii wax casharada u dhigay Ethiopia ayay ahayd beesu hadii ay ku idmaayo ahmed guray ciidamadiisa bay kamid ahaayeen beesu sayid maxamed ciidamadiisa bay kamid ahaayeen beesu ragii talyaaniga xamar ka saaray ku jirtay بسو يعني وا لبحيادة افريكا ما قرتي
وعن كري تاريخ ده هبر قدر يقصه كيادر قالية وررك غار وحي شيغيان إلهي كسكو هبر قدر هدية سنشبيلوي كدقنين إي حمر واهرا لغا بسلنا ما حد كلا لها رنتاس أدارة ونوفا فاهي محمد هبر قدرو وكسو الله يساود أفريكا وعربا أنا قوش ودبع عصير انت بويكا انت عالك انت تكتر بلوي هبر قدر الله ومقرد هاي قول كشور الله وعطي شاو الله يدعى يدبول الصريق يدبول عصي يدبول الجديد انت بويكا ومقرد هاي يسيان سربا ودن كان التاريخ نير وغيستر دار يكوني نبدي مقرد هاي
ودقالك أراري نمر مساكين علماء وذاتا أيال وجبيي أو بدنا أوركي الاعتصام أمام الاتحاد الإسلامي أو كعد صدي محمد فارع جديد إنه دقالك كتشيو حسن دائرة ويس أيال أحد هذه وها حسن دائرة ويس نمر كده وحلاجر صدي جديد أو حجري أرنك كهر بيرو يري فقست يعني سياد برا أفوينو عير سنة جاي هرديك سياد برا عير سنة كهر بيرو يري لكن نمر علماء هاي نراري وكتشوي ماشى دارود بيا هاي ميا waxaan ku yiri hadaan ka dhexgalo maxamed siyaad barre xamar markii dagaalku bilowday waxa ka tagay saraakiishi mareexaan oo dhan mareexaan waa iskhilaafsana gaani iyo cidiisu heer dalal waxaan aqsanayeen heer diinigi uu kala waas khilaafay labadii islaamada siyaad barre is haystay ciidama yani masrax maxamed siyaad barre rag awyaa gacanta ku hayay oo naago hindiya inta ka keenay uu ku mashquuliyay oo qoryaha sniper ka qaadan jiray daahir shire iyo waxay gadi jireen hubkii wuxuu ii sheegay daahir shire oo haya jooga xataa taangiyada inay bixin jireen marka wixii cararayna waxaa ka mid ah raggii mareexaan ee ciidamada ahaa ama canjeex iyo raggii madaaficda diyaarada haystay waa taas waxay keentay mareexaan qaxootiga dibadda inay u badan yihiin waa qulquleen siyaad barane magaalada in la garaaco waa diiday wuuna habaaray raggii ay ka mid ahaayeen dhagabacayr oo ah ninkii ummadda xasuuqi jiray oo mareexaan iyo soomaali isku diray warancinni kugu dhac buu yiri 15 may korkeeda isaga saaran baa xabad ku dhacday marka maxamed siyaad barre khudbadiisa ugu dambaysayna wuxuu lahaa war ilaahay ka baqo bililiqada daayo xaaraanta iska daayo dalkiina dhisto ha isdagaalino dhowr iyo toban sanane arrimaha gudaha cabdiqaasim baa u ahaa habar gidira arrintaas marka waran ma nacay baa ka dhexeeyay habar gidir iyo mareexaan arintaas markhaati baan ka ahay in dadka la kicin jiray morgan inuu dadka siyaad barre ku diray inuu baraagaha gubi jiray sida xanan buuro iyo in dadka maydka inta la laayo gaari iljiya la saaro magaalada dhuso marab lagu dhowa wareejin jiray in magaala aan maydka arkay magaala tuulada mirig ee mareergur u dhow inta dadka la laayo maydkooda ayagoo qaawala dhigi jiray adeer gaaliya waa runta waa la kiciyey dadka waa la kiciyey dadka waa la kiciyey tog tog rashay baan kicisay yes dhinacaas taas haddaan kaa dhexgalo taa haddaan kaa dhexgalo maxamed siyaad barre xilka waa wareejiyey waxaa la diray waxaa la shiray manifesto iyo raggii habar gidir oo dhan iyo raggii sulxiga la odhan jiray caydiid baa diiday waa duuban tahay cajaladiina waa soo dhigahaya caydiid baa diiday waxaa la yidhi cumar carti qaalib ha lagu wareejiyo 45 bilowgii hore ayuu wareejiyey cumar carti qaalib usc habar gidir baa ka codsanaysay caydiid 45 oo lagu wareejiyey xilka madaxtinimada soomaaliya cumar carti qaalib caydiid baa diiday
اي ديد ما هاكو كلفي Gracias.
Chilebi ya tamame. Halkan uwa kutuwari kida madia kutuwari. O agweiri ya dara ya mustaqbal ya ardhiru nasi lira. Pa. Waa gartay. Habar gidir waxaan markaa madacayad ba bees habar gidir waa biriliqo gobolada dhaxay ka timid gabdhihii cadcada ee Baraawe iyo markaa intay ka haysay gobolada dhaxay geysay say isu cadeeyaan dhulkii waa qaateen beeri waa qaateen kuwi dawladda waa qaateen biyaha wabiga in dhacda gadi jiray waxaas ma been ba Abang dah urut tu. Abang dah urut tu. Wah, saya kau. Abang dah urut tu. Kau ni lah.